بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 13 اللي خاص بكورس الديزاين باترن. في هذا الدرس سنناقش Fluent Builder Implementation. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس رح نتعرف على Fluent Interface، وأيضا رح نناقش اللي هو كيفية تحسين Builder Implementation بوجود اللي هو Fluent Implementation، وأيضا بعد ذلك رح نتعرف على الفروقات الموجودة ما بين Builder, Abstract, Factory وأيضا Factory Design Pattern. اوكي، خلينا نبدا بشكل مباشر. طبعا لاحظنا من خلال الدرس السابق لما كان عندي البزنس نيد انه كيف بدي اقوم بعمل اللي هو السيستم كونفيجريشنز، بحيث انه بدي اتيح بعض البروبرتيز او بعض الفيتشرز بيز على نوع البرودكت، اذا كان اللي هو لابتوب او اذا كان ديسكتوب. فاذا كان عندي على سبيل المثال لابتوب، راح اسمح له بانه يختار اللي هو التاتش سكرين، في حين اذا كان عندي ديسكتوب فبالتالي راح اسمح له انه يختار او يعمل كونفيجريشن للكيبورد والماوس. فبالتالي إذا لبالي هذا الحكي اللي هو البيلدر ديزاين باترن. اوكي، لاحظنا انه طبعا كان في عندي هذا هو الستراكشر، اللي هو بحيث انه كان في عندي اللي هو البيلدر بيحتوي على اللي هو البرودكت والاي بيلدر والدايركتور والكونكريت بيلدر. اليوم بكل بساطة رح نتعرف على فكرة اللي هو الفلوينت ديزاين باترن. لان الفلوينت بيلدر ديزاين باترن هو بكل بساطة بيحكي لك انه الفكرة تدور حول اللي هو الانترفيس. بمعنى او باخر، عندي انا هون اللي هو الانترفيس اللي هو ما يعرف بالاي سيستم بيلدر. هذا الانترفيس انا رح اعمل بعض التعديلات البسيطه عليه، بحيث انه بس انتهي منه رح يكون فعليا عندي ما يعرف بالفلوينت بيلدر ديزاين انترفيس. الان بكل بساطه الفلوينت ديزاين او خلينا نحكي الفلوينت انترفيس بكل بساطة بتيح لك انك تنادي اكثر من بروبرتيز على نفس الاوبجكت باستخدام اللي هو الدوت، بدون ما انك ترجع تحدد الاوبجكت نفسه في كل مرة. وهون احنا بنحكي عن ما يعرف بالميثود تشينينج، تمام؟ فبالتالي انا ممكن عن طريق اللي هو الاوبجكت انادي ميثود، من خلال هاي الميثود اعمل اكسس على باقي الميثودز عن طريق اللي هو الدوت. لاحظ انه عندي هون في السي شارب بإمكانك إنك تستخدم الفلوينت بروغرامينج بشكل كبير جدا بداخل تقنية اللينك اللي تم شرحها، تمام؟ لاحظ إنه هنا عمالي بستخدم عندي هنا اللي هو الأوبريتر الكويري أوبريترز، وفي كل مرة عمالي برجع عندي داتا وبخزنها بداخل عندي هنا اللي هو أوبجكت، تمام؟ الآن لو بدي أستخدم الفلوينت خلينا نجي نحكي بروغرامينج، فبتلاحظ عندي هون انا هون عمالي بستخدم اللي هو الكويري اوبريتر. لاحظ انه من دوت وير قدرت اعمل اكسس على انذر اوبريتر اللي هي الاوردر باي، واللي هي بحد ذاتها اكستنشن ميثود، وايضا عن طريق اللي هو دوت اوردر باي عمالي بنادي اللي هو مين سيلكت. فهذا هو ما يعرف بالفلوينت بروغرامينج. اذا الفلوينت بروغرامينج هو بكل بساطه انه بامكانك انك تعمل اكسس على اكثر من بروبرتي لنفس الاوبجكت عندي هنا اللي هو الكويري بهاي الحالة، وذلك عن طريق اللي هو الدوت عندي اللي موجود، بدون ما اني ارجع احدد الاوبجكت في كل مره زي ما هو موجود عندي هنا بالاعلى. خلينا نشوف كيف بامكاننا انه نعدل بكل بساطه على الانترفيس الموجود عندي هون اللي هو فعليا الاي سيستم بيلدر. الان بكل بساطه راح اروح مباشره عندي هون على الاي سيستم بيلدر. الان حتى احدد فعليا واخلي هذا الانترفيس اللي هو Fluent Implementation، تمام، راح اقوم بكل بساطة عندي بالذهاب الى الانترفيس اللي هو ضمن عندي اللي هو البيلدر. راح اروح ضمن عندي هون البيلدر، راح اروح مباشرة على الاي سيستم بيلدر. الان انا بدي بكل بساطة هاي الميثود ترجع تنادي نفسها، فبالتالي كيف يمكن اخليها ترجع تنادي نفسها؟ عن طريق اني راح اخلي الريتيرن تايب هو عبارة عن اي سيستم بيلدر، فبالتالي راح اعدلهم الى اي سيستم بيلدر زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فلاحظ انه عندي هون اصبح اللي هو كلاتهم برجعوا اي سيستم بيلدر. الان بعد هيك مباشره راح اروح عندي الى الكونكريت اللي هو فعليا الديسكتوب، وراح اخلي عندي هون فعليا الريتيرن تايب بدلا من void اللي هو فعليا سيستم بيلدر زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فعندي هنا راح اعدل على الميموري والكيبورد والماوس زي ما احنا فعليا شايفين والتاتش سكرين. الان بعد هيك مباشره انا راح اقوم بارجاع نفس هذا اللي هو السيستم بيلدر، وبالتالي حتى ارجع عندي هنا اللي هو السيستم بيلدر راح اجي احكي عندي هنا اللي هو ريتين ذس، فبالتالي راح ارجع عندي هنا اللي هو نفس السيستم بيلدر. اوكي، نفس الشيء راح اطبقه عندي هنا على الباقي. اوكي،
بالنسبة إلى الكيبورد، بالنسبة إلى الميموري، وأيضا بالنسبة إلى الماوس، في حين عندي هنا في اللي هو التاتش سكرين راح أرجعه نفسه. بكل بساطة أنت لما تيجي تحكي له ريتيرن ذس، إذا أنت عمليا ناديت الأد ميموري، فبالتالي راح يرجع لك عندك هون الفاليوز تمام معبية للبروبرتي اللي خاصة بالرام لنفس الأوبجكت اللي هو فعليا من نوع اللي هو السيستم بيلدر. تمام، فبالتالي اذا هاي هي الفكره. لان نفس الشيء راح اروح مباشره واعدل عندي هون على اللابتوب، راح اخلي ايضا نرجع عندي هون اللي هو السيستم بيلدر زي ما احنا فعليا شايفين بالنسبه للكيبورد للميموري وايضا للماوس وايضا للتاتش سكرين. وايضا عندي هون راح ارجع عندي هون اللي هو ريتيرن ذس، وايضا راح اطبقها عندي هون على الباقيه. راح احط هون فعليا ما في عندي كيبورد، وعندي هنا بالنسبة إلى الميموري، بالنسبة أيضا للماوس ما في عندي هنا اللي هو ماوس، وأيضا بالنسبة إلى التاتش سكرين راح فعليا أرجع عندي اللي هو السيستم بيلدر أوبجكت. أوكي، الآن راح نيجي نعمل عندي هنا اللي هو سيف حتى نحفظ عندي هنا اللي هو التعديلات. الآن لو برجع مباشرة وبعمل بيلد البروجكت من خلال الضغط على كنترول وشيفت وبي، راح تلاحظ إنه عندي هنا اللي هو بيلد الآن في عندي هنا اللي هو تو كومبايليشن ايرور. خلينا فعليا نشوف شو هم الكومبايليشنز ايرور حتى أتأكد إنه ما في عندي أي مشاكل. أوكي، راح تلاحظ انه الان عندي فعليا هنا ايرور اللي هو بيحكي انت مش عامل امبلمنتيشن للاد تاتش سكرين. فبالتالي لو برجع الان على السيستم بيلدر فبلاحظ انه هنا فعليا نسيت اقوم بوضع اللي هو السيستم بيلدر كريتين بالنسبه الى الاد تاتش سكرين. بعد هيك مباشره راح ارجع عندي هنا اللي هو سيف، وايضا خلينا نرجع الان نعمل عندي هنا اللي هو بيلد البروجكت. خلينا نتأكد إذا فعليا في عندي أي مشاكل ولا لا. راح تلاحظ إنه هنا عماله برجع أيضا للآد تاتش سكرين اللي موجودة عندي في الديسك توب. فبالتالي خلينا نرجع عندي هنا نشوف اللي هو الآد تاتش سكرين للديسك توب. أنا فعليا يبدو إني فقدتها، فبالتالي خليني فقط أضيفها عندي هنا اللي هي في الآد تاتش سكرين بالنسبة إلى الديسك توب. وإحنا بنعرف إنه في الديسك توب الآد تاتش سكرين أنا فعليا ما في عندي، فبالتالي راح أرجع أحكي له عندي هنا اللي هو ريتيرن ذس. اوكي، انا خلينا نرجع مره ثانيه نعمل عندي هون اللي هو بيلد البروجكت. لاحظت انه عندي هون اللي هو بيلد ستارتد بيلد سكسيدد. اوكي، الان لو برجع بعمل رننج للابلكيشن، الابلكيشن ما راح يتغير اداؤه على الاطلاق. فخلينا نيجي الان نعمل رننج من خلال الضغط على اللي هو كنترول و F5، لكن خليني فقط اروح مباشر على الكنترولر اللي هو فعليا الامبلويز كنترولر، ومن خلال نيجي نعمل رننج للابلكيشن. الان انا راح اضغط على كنترول و F5. انا هنا راح اعمل اكسس على اللي هو الامبلويز كنترولر حتى اني اقدر فعليا اشوف اذا صار في عندي اي تعديلات ولا لا. الان فعليا ما راح يتعدل معي اي شيء، فبالتالي لو الان بروح مباشره بختار عندي هنا مثلا هذا هو البيلد سيستم، عندي هنا اخترت مثلا الرام، اخترت عندي هنا اللي هو الهارد ديسك، عملت عندي هنا اللي هو كرييشن، لاحظ انه مباشره عمل التعديلات اللي انا قمت باجرائها، وبالتالي قدرت اعمل سيستم كونفيجريشن. فبالتالي انا ما حدث عندي اي تعديل بالنسبه الى البيهيفير، لكن انا بالنسبه الى الكود عمليا أصبح مختلف إلى حد كبير. الآن بدنا ننتبه أيضا عندي هنا إلى نقطة مهمة جدا. الآن نحن فعليا عدلنا عمليا على اللي هو على الانترفيس وعدلنا على الكونكريت، لكن أنا لو بدي تصبح الميثود متاحة للكل بمعنى أو بآخر chain method، فبالتالي لابد أني أروح على الكونفيجريشن بيلدر. لاحظنا هنا في الكونفيجريشن بيلدر عمليا هنا بعمل اللي هو سيمي كولون، لان انا بعرف انه الاد درايف هي رح ترجع لي سيستم بيلدر والادمين رح ترجع لي سيستم بيلدر، فبالتالي ما في داعي اني احدد عندي هنا هو سيستم بيلدر. ليه؟ لانه كل واحده منهم اصبحت بترجع نفس الاوبجكت. فبالتالي لو الان باجي بعمل دوت لاحظ انه عن طريق الاد درايف صرت اقدر اعمل اكسس على الكيبورد الميموري الماوس التاتش سكرين. هذا هو ما يعرف بالتشين ميثودز، فبالتالي راح فعليا اقوم بحذف كل عندي هنا اللي هو السيستم بيلدر زي ما احنا فعليا شايفين، وبدل السيمي كولون راح يكون فعليا عندي على النحو اللي هو التالي. اوكي، فبالتالي انا بكل بساطه راح اروح مباشره واعدلهم زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، وبعدك مباشره راح يكون عندي اللي هو الكود بهذا اللي هو الشكل، ولكن بدون عندي هون اللي هو سيمي كولون. اوكي، هذا اذا هو فعليا ما يعرف بالتشين ميثود. اوكي، اذا انا من خلال عندي هون اللي هو من خلال الدوت قدرت اعمل اكسس على اكثر من اللي هو بروبرتيز تمام لنفس الاوبجكت تمام بدون ما اني
في كل مرة أحدد هذا اللي هو الأوبجكت. أوكي، الآن مرة ثانية build the project، أصبح الآن عندي اللي هو build started build succeeded. إذا هذا هو ما يعرف بالفلوينت builder design implementation. أوكي، فالآن لو برجع مرة ثانية على نفس الكنترولر وبضغط على كنترول F5 مرة ثانية، البيهيفير ما حيتغير معاي. تمام، الآن أنا عندي هنا أصبحت الآن بعمل access على الامبليز، والآن راح أروح مباشرة خلينا نجي ننشئ موظف جديد مثلا نسميه اللي هو تيم، والجوب ديسكريبشنز مثلا لإله اللي هو على سبيل المثال ديفلوبر، وأيضا عندي هنا مثلا عندي اللي هو النمبر لإله، والديبارتمنت مثلا الاي تي ديبارتمنت وهو بيرمننت، خلينا نجي نعمل لإله كرييت. هذا تيم اللي تم إنشاؤه. لو باجي بعمل الآن لإله بلدر لاحظت إنه أصبحت الميموري والدرايف والماوس والكيبورد افيلبل لإله. مجرد ما عمل لإله كرييشنز لاحظ إنه أعطاني الرام والهارد ديسك درايف والكيبورد والريجولار ماوس والوايرلس. أوكي، الآن السؤال اللي بيطرح نفسه هو فعليا الفلوينت انترفيس. فعليا خلينا نجي في عندي أكثر من ملاحظات نحكي فيهم. بالبداية الفلوينت انترفيس هو فعليا عبارة عن ميثود من أجل أني أعمل construction لأوبجكت أورينتد APIs، في حين أنه readability للسورس كود هو راح يكون قريب جدا لنفس الكود اللي احنا نتعامل معاه زي ما احنا فعليا لاحظنا قبل قليل. تمام، ايضا الفلوينت انترفيس هو بشكل عام بيعمل اللي هو امبلمنت، بنعمل له امبلمنتد باستخدام ما يعرف بالميثود كاسكيدنج، وهذا الامر شفناه وهو ما يعرف بالميثود تشينينج. ايضا الفلوينت كود هو مور ريدبل، وبسمح لك لانه تعمل انترنال ريبريزنتيشنز لاكثر من برودكت في نفس اللي هو الوقت. والفلوينت ايضا بيعمل انكابسوليت كود لعملية اللي هي إنشاء وتمثيل هذا اللي هو الكومبلكس أوبجكت. تمام، وهو أيضا بعطيك اللي هو ما يعرف به اللي هو كنترولينج على عملية إنشاء اللي هو الأوبجكت، وهذا الأمر شفناه ولمسناه من خلال اللي هو البيلدر ديزاين باترن. أيضا الفلوينت انترفيس بالعادة يستخدم مع سيرشنج سورتينج بيجينيشن الجروب، مع طبعا وجود تقنية اللي هو اللينك. تمام، وهي تستخدم بشكل هائل جدا في اللي هو خلينا نحكي المشاريع الضخمة. أوكي، كذلك أيضا بهمني إنه نحكي ما هو الفرق ما بين البيلدر وما بين اللي هو الفاكتوري وما بين الأبستراكت فاكتوري. البيلدر ديزاين باتن بكل بساطة هو بيعمل لك إنكابسوليت لكومبلكس أوبجكت أنت بدك تنشئه في سينجل ميثود. تمام، البيلدر ديزاين باتن بيركز على عملية إنشاء الأوبجكت ستيب باي ستيب، واللي بتحكم في هذا الأمر هو عبارة عن الدايركتور، في حين إن الأبستراكت فاكتوري هي بتركز على حل المشاكل تتعلق في إنشاء خلينا نجي نحكي groups or families of a product. تمام، تتعلق بإنشاء اللي هو مجموعة من الأوبجكتس. تمام، فإذا هذا هو الفرق ما بين البيلدر ديزاين باتن وبين الأبستراكت فاكتوري. في البيلدر ديزاين باتن ترجع لي أوبجكت بعد كل ستيب احنا بنمشي فيها في عملية إنشاء هذا الكومبلكس أوبجكت، في حين الأبستراكت فاكتوري أو ما يعرف بخلينا نجي نحكي الفاكتوري باتن، تمام، بيرجعوا لك اللي هو الأوبجكت بشكل مباشر. تمام، وليس كل ستيب بستيب. تمام، انا حتى نلخص الوضع بشكل عام اللي هو خلينا نحكي many applications designs starts out using factory which is less complex and solve towards abstract factory and builder as the complexity increases with the demand of flexibility. عم تحكي لك بكل بساطة هو انه بالعادة الديفلوبرز بيروحوا نحو ما يعرف ب خلينا نحكي الفاكتوري. ليه؟ لأن الفاكتوري هو فعليا أقل تعقيدا. بعد هيك بإمكانهم إذا في عندك خلينا نحكي بزنس نيد أو بزنس ريكويرمنت بتشعب، تمام، فبالتالي بإمكانك إنك تستخدم دي هنا اللي هو الأبستراكت فاكتوري، أو كمان بإمكانك إنك تستخدم دي هنا اللي هو البيلدر حتى إنه يلبي البزنس نيد اللي أنت بدك إياه. فبالتالي هذا الأمر بيعتمد على طبيعة البزنس، ما هو الديزاين باترن المناسب أنا أستخدمه، ما هي البروبلمز اللي أنا وعمالي بواجهها. لكن بشكل عام أغلب الديفلوبرز بروحوا نحو الفاكتوري لأنه فعليا هو أقل كومبلكس، وطبعا راح بالنهاية راح يوديك إذا البزنس تطور إلى الأبستراكت فاكتوري أو إلى ما يروح بالبيلدر ديزاين باترن. أوكي، إذن هذا هو خلينا نجي نحكي
بشكل عام عن البيلدر ديزاين باتن والفلوينت ديزاين باتن، وشفنا كيف بامكانك انك تستخدمه. مثلا هاي هي بعض الامثله اللي بامكانك انك تستخدم فيها اللي هو البيلدر ديزاين باتن. اوكي، وهاي هي فعليا التعديلات اللي احنا قمنا باجرائها حتى انه نعمل اللي هو امبلمنتيشن، خلينا نجي نحكي على الفلوينت ونحسن من البيلدر ديزاين باتن. هذا اذا هو كل شيء بالنسبه لدرس اليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great